كتائب المعارضة شنت هجوما على ثكنة هنانو بمدينة حلب ودمرت 3 مباني كانت تتحصن فيها قوات النظام. وفي ريف حلب قال ناشطون إن كتائب أهل الشام استهدفت بالقذائف تجمعات لقوات النظام في بلدتي نبل والزهراء، كما شهدت أحياء الزهراء وراموسة والشيخ سعيد جنوب وغرب حلب اشتباكات عنيفة بين قوات المعارضة والنظام. وقال ناشطون إن كتائب أهل الشام تمكنت من تحرير منطقة المالية بحي الزهراء وقتل عدد من جنود النظام وإعطاب دبابة قرب ضاحية الأسد. وقال ناشطون من جانب آخر إن الطيران الحربي للنظام قصف كنيسة سيدة السلام في حمص، وهي من أقدم الكنائس في العالم. كما دارت اشتباكات عنيفة على عدة محاور في أحياء حمص المحاصرة في محاولة من قوات النظام لاقتحام المنطقة. وقال الجيش الحر إنه تمكن من قتل وجرح عدد من جنود النظام.